قبل ما ابدأ المقطع حطوا زر لايك يا حبايب، من زمان مو موصلين 10,000 لايك ففجروا اللايكات. الخبر اول عدى عن كريستيانو ويارا يا حبايب، والمشكلة صارت طبعا. المهم يا حبايب، المشكلة عبارة عن ضحك مو اكثر. بالبداية القصة يا حبايب صارت لما يارا نزلت هذا الستوري، على اساس كريستيانو نزلت لها ستوري كانت تحكي بيها على يارا انه هي انسانة حقيرة، وبعد تشوفوا عادها بالستوري ويارا اساس رد عليها انه انت وحدة واطية ومن هالكلام، وانه اساس احنا متفقين ما نطلع مشاكلنا للسوشيال ميديا. وبعد بالستوري يا حبايب تقول الموضوع هو مو عبارة عن مقلب وانما هو حقيقة، ولكن فجأة بالستوري اللي بعدها تكشف الموضوع مقلب ومزحة مو اكثر. اكتبوا لي بالكومنتات شاركوا بهذا الخبر. ننتقل حاليا الشايب يا حبايب دخول المستشفى، فنزل هذا الستوري صراحة الواضح انه كلش تعبان للاسف يا حبايب، وكان نوعا ما حط اكسجين يمكن بكورونا لا سمح الله. على كل الله يشفي يا رب ان شاء الله، ما بي الا الخير والعافية. ولتسون يا حبايب انه تدعوا لي بالكومنتات انه والله يشفي يا رب. اما بالنسبة لبيسان اسماعيل يا حبايب، ففاجأت العالم لما نزلت هذا التيك توك، كان نوعا ما باصبعها لابسة خاتم الزواج. طبعا هي حسب ما اعلنت بالسابق انه هي وانا الشايب راح يخطبون بالصيف. اكتبوا لي حبايب بالكومنتات اتوقع انهم حاليا خاطبين حيانه بالصيف او لا. ننتقل حاليا نور ماريا حبايب، والتهجم اللي تعرض له من فانزات قمر الطاي لما نزل هذا التيك توك يا حبايب او هذا الريل على الانستغرام، هو ولانا ديركسون يا بعض كتبوا لهم شويه كومنتات لابقين، بس حاطين هذا الايموجي القبعه على حبايب شرحت لكم يعني عكس الكلام، اذا لابقين يعني مو لابقين البعض. فكتبوا بالكومنتات هل استحقوا التهجم تعرضوا له او لا من فانزات قمر الطاي لانه يردوا بسويين قمر. بالاضافه انه ما نزل هذا الستوري كان بهذه الاغنيه يا حبايب، دي غني بيه الحبيبه السابقه انه هو بعد ما يرجع لها مستحيل يا حبايب. راح احطكم اياه، شوفوا الاغلب اتوقع انه هو قبر مقصوده. وانت مضيع المفتاح، وبعد شو بعد هاي السنين كتبت الاغاني مش لا ترجع ولا تلين، لا توقف عباب انا مش عارف انت مين. فكرة حبايب بالكومنتات من توقع انه هو مقصود بالضبط. ننتقل حاليا وسام تكدي يا حبايب تنزل شوية ستوريات من داخل الثلج، دي اللي من خلالها يا حبايب انه راح يسوي الاغنية مالته الديستراك اللي راح يكون على ياسو. بنفس الوقت يا حبايب الشي صادم نزل شوية ستوريات ويا نور ديدك. اللي ما يعرف انه هو نور ديدك يا حبايب، هذا الشخص نزلت مقطع قبل سنة يا حبايب كان دي افضح بيه نورمار، هو حط له تسجيلات صوتية واشياء مش قوي يعني. الرابط والوصف يا حبايب روح شوفوه اللي حابب يشوفه ويعرف كل قصة بينه وبين نورمار. فلتتوقعون راح ينضم الفريق وراح يصير او يطلعون يضحون نورمار او ديستراك عليه، راح احطكم لقطات تشوفوها. شوف البيت اذا ما عجبكم فرجيني كفر تليفونه. فكرته تليفونه والله حتى انا شو هذا؟ اه والله نفس الكفر. من جايبه؟ نفس الموبايل نفس كل شيء. ترانديول مو ترانديول. انا خايف تكون نفس البنت عهدتك. يو 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 هون التقينا بنور. نور قديش اللي عم نحكي انا وياك؟ صار تقريبا شهر ونص. صح كنت انا بدبي. وشو ما كنت هاليومين بدك تطلع لعندي؟ كنت هاليومين اطلع وصار الصدفه والله وجيت لعندي. صدفه حلوه. فكتنا حبايب بالكومنتات شو توقعاتكم هذا الموضوع. بالختام يا حبايب على القمر الطاي والسفر مالتها لايران، فنزل شويه ستوريات هي كانت من داخل المطار وكانت تجهز الحقيبه مالتها يا حبايب على مود السافر لايران. طبعا بالنسبه لاشخاص يسالوني يا حبايب ليش هي سافرت لايران، فهي طلعت وردت على هذا الموضوع بهذه الستوريات شوفوها. صباح الخير جايز، طبعا الخاص عندي تفجر وكل واحد قاعد يحلل كيف. يا جماعه اني اليوم وصلت لايران، اوكي اني حاليا بايران بمشهد. ها؟ اسمه حمود. فأنا بإيران، أوكي؟ يعني بدكم لا تحللون، ويعني سفرة مع الشغل، فباشر حشرح لكم أكثر سحرها. والختام عن مصطفى ريدر يا حبايب، واعلان انه راح ينزل لنا اغنيه اليوم، راح تكون اغنيه ديستراك ناريه كلش يا حبايب. الاغنيه راح تنزل اليوم الساعه 4، اكتبوا لي بالكومنتات ايش كنتوا متحمسين لها. وصلوا حبايبنا وصلت المقطع، فتروا طبلكات وبس. جنكم فيز زي ما قدمت القصص، احبكم ومع السلامه.